وزير الخارجية هذا جا للمروك استقبلوا وزير الخارجية ال راني وحدي نهضر وحدي ما وزير الخارجية هذا الأمريكي هذا يا أنطوني جاء المغرب استقبلوا مبريطة استقبال زعيم وكذا ومنو ومن ومن بعد جاء للجزائر استقبلو مسؤول في وزارة الخارجية هذه عندها دلالة سياسية كبيرة وكبيرة جدا لماذا لم يستقبله وزير الخارجية العمامره في مطار هواري بومدين؟ ولماذا لم يستقبله بون الرئيس طبعا ما يستقبلوش، لماذا لم يستقبله العمامره؟ هذا سؤال يحتاج الى اجابه وتحليل. بينما استقبله وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطه في مطار الرباط. يعني لماذا استقبله وزير الخارجية المغربي ولم يستقبله وزير الخارجية الجزائري. النقطة الثانية هو أنه وزير الخارجية الأمريكي جاء بأفكار وأجندة أساسها أساسها العلاقات الجزائرية المغربية والقضية الصحراوية لكن عندما وصل إلى الجزائر وبعد ما استقبل الرئيس تبون بحضور وزير الخارجية العمامرة وبعد ما اصطدم بواقع فرض عليه وجد أنه من واجبه مش معناتها نقول لك باللي رانا نخوفوا لا وجد أنه الشيء اللي جاء على جالو ما تحققلوش لأنه بكل صراحة جاء يحاول يضغط على الجزائر أنها تعيد علاقتها مع المغرب ويحاول يلين يرتب الأمور ما بين الجزائر والمغرب عندما وجد العين الحمراء من الجزائر قالوا لا تتدخل في الشأن الداخلي ما بين الجزائر والمغرب قضيتنا مع المغرب قضية خاصة احنا عندنا تعاون جزائري امريكي امني واقتصادي و و خلينا نتناقشوا في الثنائي العلاقات الثنائيه اما قضيه المغرب هذا امر لا يخصك هذه الحقيقه اذا وزير الخارجيه الامريكي في الندوه الصحفيه في السفاره الامريكيه بالجزائر قال كلام مهم ومهم جدا انه الجزائر دوله محوريه تضمن امن واستقرار المنطقه الجزائر قوة إقليمية ودولة محورية، هذا ما قاله وزير الخارجية الأمريكي. وقال أن أمريكا ملتزمة بالحل السياسي وفق قوانين الأمم المتحدة بخصوص القضية الصحراوية، ولم يقل ولم يقل أن أمريكا تعترف بالنظرة المغربية، أبدا. بل قال أن أمريكا تلتزم باتفاقية الأمم المتحدة تلتزم بمعاهدات الامم المتحده وتشجع المبعوث الاممي في الصحراء الغربيه قالها هات المبعوث الاممي في الصحراء الغربيه الغربيه ولم يقول الصحراء المغربيه اذا صفعه قويه وقويه جدا للدبلوماسيه المغربيه التي كانت تراهن على زياره انطوني الى الجزائر لانهم كانوا يعتقدوا ان الجزائر راح وراح تقول له اوكي وكذا وكذا وبالتالي يصرح تصريح يرضي الطرف المغربي لانهم كانوا ينتظروا ان وزير الخارجيه الامريكي يقول الصحراء المغربيه من الجزائر هذا هو حلمهم حلمهم انه يتلفظ اي مسؤول امريكي بكلمه الصحراء المغربيه في الجزائر وهذا ما لم يحدث ولن يحدث لكن عندما قال نشجع المبعوث الأممي في الصحراء الغربية، نكسة، نكسة وصفعة ما بعدها صفعة للدبلوماسية المغربية التي فشلت فشلا ذريعا في التأثير على الموقف الجزائري وعلى القرار الجزائري السيد